أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بيكم. حلقة جديدة من برنامجنا دردشة مع هند. وكل سنة وحضراتكم جميعا طيبين وبخير بمناسبة ليلة الإسراء والمعراج. في بداية البرنامج، في بداية الحلقة، برحب بزميلتي اللي بتشاركني التقديم. أهلا يا سندس. أهلا بيكي أستاذة هند. أهلا بيكي وأهلا بضيوفنا المخرج الأستاذ مصطفى والأستاذ سعيد. أهلا بيكي. وبنرحب بضيوفنا المخرج الشاب الأصغر سنا والأكبر موهبة، المعروف طبعا الأستاذ مصطفى بكر. أهلا بك يا أستاذ مصطفى. أهلا وسهلا بك يا أستاذة بكل فريق عمل البرنامج. أهلا بك. وبنرحب بالأستاذ سعيد المؤلف والممثل. أهلا بك يا أستاذ سعيد. أهلا بك حضرتك، شرفتنا وشرفت البرنامج. بنورك حضرتك. في بداية حلقتنا يا أستاذ سعيد، سؤالنا لحضرتك، هنقول لك إزاي اكتشفت موهبة التأليف؟ يعني التأليف ده موهبة مش بسيطة. تمام. وحضرتك التأليف، أنا الأول كنت بمشي ورا حلمي في التمثيل، فحاولت كتير إن أنا أمثل بس ما جاليش الحظ إن أنا أمثل، ففكرت إن أنا أعمل تأليف، ألف بقى وخلاص وكمل طريقي زي ما أنا ماشي. فلقيت نفسي يعني في التأليف برضو إيه كويس، فألفت حاجات كتيرة، فلقيت نفسي هنا بقى إن أنا قلت حسيت إن أنا كويس في التأليف، يعني كمؤلف أفضل. اه طبعا كمؤلف افضل، حسيت نفسي. كمل يا استاذ سعيد مع حضرتك. يعني كهوايه بالنسبه لي حسيت ان ممكن تكون اقرب ان انا الف، من اقرب ان انا كمان اوصل من ناحيه التاليف اسرع مني من التمثيل، لان ما لقيتش حظ في التمثيل من ناحيه ان انا اوصل لحد يكتشف موهبتي. فلقيت طبعا موهبتي في التاليف. موهبة التأليف دي يا أستاذ سعيد بتيجي من حب الكتابة، أو إن أنت بتحب فكرة معينة تدونها وتحولها لفكرة فيلم أو مسلسل. وعن حقيقة الواقع برضو، يعني أنا كنت بيصادفني كتير مواقف يعني ما شفتهاش قبل كده في مثلا في أفلام ومسلسلات، فحبيت إن أنا أكتشف الحاجة دي، حبيت أعمل حاجة من الواقع نفسه اللي هي أي جمهور مثلا يشوفها يعجب بيها، يحس إن هي حاجة حقيقية، حاجة اي شاب مصري بيعيشها، عايز عملك يبان ويظهر ويكون مميز يعني. بالظبط. طب يا استاذ سعيد، اشرح لنا ازاي بتجيب فكره التاليف، بتجيبها منين كده وازاي؟ والله حضرتك من مواقف بتحصل معايا في يعني سواء عندنا في البلد او في اي مكان انا بظهر فيه وبروح فيه، بلاقي مواقف حضرتك يعني مثلا يا استاذ سعيد ان انا اعمل قصه منها. انا لسه هسال حضرتك كده، يعني مثلا انت تعرضت لموقف فحبيت ان انت تدون الموقف ده انه يكون فكره كبيره كمسلسل، او عندك حاجه معينه مثلا عايز تشرحها او توصل انها تبقى مسلسل او فيلم. بالمعنى كده، انا حصل معايا كتير مواقف وشفت مواقف برضو، يعني شفت موقف حصل يعني كان لازم ان انا اعمله، سببت لك الهام ان انت تكتب، ان انا اكتبه، لازم أنا اكتبه ده. يعني الموقف ده حصل معايا كان في الشغل، على طريق واحد صاحبي قاعد، هو شخصيته كشخصيه كويسة، شخصية غلبانة، فلقيت عليه موقف ان هو يعني زي ما يكون الناس بتهينه عشان شايفينه طيب وغلبان. هو ما اقصد الاستاذ سعيد ان هو بيطبق الواقع، ما هو ده اللي انا بكلمه فيه يا استاذ مصطفى، ما انا قصدي كلامي له ان انت بتتعرض لمواقف فانت تفكيرك الداخلي عايز تخرج ده للناس تستفيد منه. بالفعل الناس تستفيد منه. تمام تمام. يعني هو ده بالنسبه لك اللي خلاك تتجه لموضوع التاليف؟ اكيد طبعا. ان المواقف. انت في مواقف تعرضت لها في حياتك. تمام. فبما ان انت اصلا عندك موهبه الكتابه. تمام. فكرت ان انت تدونها بقى، ان انت تبقى فكره مسلسل، فكره فيلم كده يعني. تمام. تمام. وانا شفت مواقف يعني فهي اللي شدتني ان انا اقلب ان انت تكتب. حبيت يعني كده. جميل جميل جدا. عاوزة أسأل حضرتك برضو، إنك شاركت في أعمال قبل كده في التمثيل؟ وحضرتك أنا شاركت يعني في مسلسل اسمه لسه، يعني شاركت فيه كدور ظابط في مسلسل اسمه مستشفى 2020، ينزل إن شاء الله رمضان القادم ده بإذن الله. بالتوفيق. إن شاء الله. إن شاء الله. وفيلم تاني اسمه الطيب. اسمه الطيب. تلف يوم دور دكتور. بالتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله. عاوزة اسأل بقى الاستاذ مصطفى، ازاي حضرتك الاول بتدعم المؤلفين، او ايه الطرق اللي بتقدمها لهم او الوسائل اللي بتقدمها لهم؟ هو اولا المؤلفين انواع، في مؤلف بيبقى عنده خبرة كمؤلف وكسيناريست، فانا بساعد الاثنين، باخد المؤلف بعرفه على المنتج، فالمنتج بياخد القصة وبينفذ العمل بتاعه، ده بالنسبة كالمؤلف.
تمام. طيب الخطوات اللي بتمشي عليها استاذ سعيد علشان خاطر تكون فكره او قصه مسلسل او فيلم، او الخطوات اللي بتمشي عليها؟ اول خطوه حضرتك ان انا مثلا يعني بنزل الشارع، حابب اشوف الناس على طبيعتها، حابب اعيش وسط الناس عشان افهم بيفكروا ازاي، او ايه مثلا الموقف اللي بيتعرضوا ليها، باساس ان انا اعمل منها ايه؟ اعمل منها كمسلسل او كفيلم او كرساله اوجهها مثلا للناس، اللي رساله يعني تبان للناس ان ايه الصح وايه الغلط. رسالة بتمنى ان الناس يعني تسمع المسلسل، والرسالة جاية لك من واقع الحياة اللي احنا عايشينها. واقع احنا عايشين فيه بتدونها يعني. طب يا استاذ سعيد، مين ساعدك؟ مين وقف معاك؟ مين شجعك في الموضوع ده، في موضوع التأليف والتمثيل؟ هو في موضوع التمثيل والتأليف او في كل حاجة، في يعني في مشاريع، وانا عملت كذا مشروع بالذات التأليف والتمثيل وغير مشاريع اخرى، فهو والدي وقف معايا وما يعني ما سابنيش في اي حاجة، سواء يعني كانت ناجحه كان دايما بيحفزني ليها. طب احنا معانا فيديو للاستاذ سعيد، نشوف الفيديو مع بعض. نشوف الفيديو. انا ما اعرفش حاجه، انا واحد غلبان وعلى طول ماشي على قدي. حلو غلبان دي، كان استقبل يلا حياتك لما اتكلمت وقلت على كل حاجه، يا تشوف مني ايام سودة. طب انا بقى عايز اشوف الايام السودة دي. وعلى فكرة أنا خارج، واللي عندك أعمله يا خالد بيه. أقسم بالله عايز حد يرحمك مني. أما نشوف. كنت فين يا باشا؟ يوه كنت مطرح ما كنت. كنت فين لحد الفجر؟ إيه يا أحمد، وتحية ولا إيه؟ أنا أخوك الكبير وخايف عليك. لا يا حبيبي ما تقلقش عليا، وبعدين أنا مبقتش صغير عشان كل شوية تقول لي أنت جاي منين وتأخرت ليه؟ أنت عمال تسقط في الكلية ومش محترم حد. حتى أخوك الكبير مش محترمه. بقول لك إيه؟ مالكش دعوة بيا، وبعدين أنا مبقتش صغير، وبعدين سيبك بقى من سكة المسكنة دي عشان بقيت قديمة أوي. ها مين فيكم بقى اللي كان مع حكشة في آخر عملية؟ عملية إيه يا بيه؟ إحنا ناس غلابة والله، واسأل علينا. آه والله يا بيه. وعلى طول ماشيين جنب الحيط. يعني مش هتتكلموا يا بيه؟ هو اي كلام وخلاص، ولا احنا عشان غلابه تدوس علينا بالجزمه؟ هو كده بالظبط، وشويه ويلبسنا القضيه. الله ينور عليكم، انتوا كده لابسين. اللي بقى اللي حصل بقى. الله ينور يا استاذ سعيد، دور الضابط حلو قوي، بحييك عليه. يعني انت مش مؤلف بس، لا انت ممثل موهوب كمان، وطبعا يعني بجد حاجه جميله قوي. طيب عايزين نسال استاذ مصطفى بقى، ونقول لك انت استاذ مصطفى، انا شايفه ان حضرتك بتدعم المواهب الجديده اكتر. بصي انا بدعم المواهب الجديده اكتر، لان في مواهب جديده تستحق المساعده بس مش لاقيين الفرصه، وفي مواهب يعني مواهب بمعنى الكلمه المفروض يبقوا على ساحه الوسط الفني. فانا يعني في كل اعمالي في كل شغلي بحب اساعد الشخص الموهوب اللي هو فعلا شغال على نفسه كويس جدا. بتلاقي فيهم ناس تستحق فعلا انها تكون نجوم. طبعا. عايز تقف معاهم وعايز تساعدهم انهم يوصلوا للطريق. يعني كلمه ان انا عاوز اوقف معاهم دي قليله جدا. انا عاوز اخليه نجم من تاني يوم. ده مجهودك بقى يا استاذ مصطفى. بحاول والله. بحاول. عاوز اسال حضرتك برضو، ايه اصعب المواقف اللي تعرضت لها خلال التصوير وكان لازم تحله في وقتها في لحظتها؟ هو حصلت مشكله معايا، دي كانت السنه اللي فاتت في مسلسل كنت بصوره اسمه جيران اخر جنان. انا كنت ممثل ومؤلف ومخرج الثلاثه مره واحده. فالمفروض البطله اللي هي الزوجه صورت معايا يوم، اليوم الثاني حصل معاها ظرف وتعبت ودخلت المستشفى. طبعا الممثلين موجودين والكاستنج موجود وما فيش، هنعمل ايه طيب؟ فانا كمؤلف اخترعت مشهد ان انا طلقت الزوجه واتزوجت واحده تانية. تمام؟ الزوجه التانية جت صورت يومين وحصل معها نفس الظرف وما كملش، اخترعت مشهد تاني طلقتها برضه واتجوزت الثالثه. فكده المسلسل اصبح متجوز ثلاثه، فالمسلسل بيجي للافضل. بس مش كل المؤلفين وكل المخرجين بيبقى عنديهم سرعه التغيير في السيناريو. في مؤلفين يقول لك خلاص ستوب او يلغوا كنسل، الغي التصوير خالص، انا ما عنديش استعداد اني اضحي او اعمل. لا باللي قبل كده. باللي قبل كده. بس انا هنا عايز اعلق على معلومه، المؤلف لما يبقى هو المخرج العمل يبقى مبدع.
ويبقى انت متحكم في التغيير براحتك، تضيف تحذف مش مشكله، انك انت المؤلف. لكن لما المؤلف يبقى حد تاني والمخرج حد تاني، مش بيبقى بقوه لما المؤلف يبقى هو المخرج، اللي هو واحد. هو واحد. تمام. طيب عايز اعرف برضو ازاي بقى ساعدت سعيد؟ هو بالنسبه لسعيد حد محترم جدا ومجتهد جدا، وعاوز يحقق هدفه، وعاوز يثبت لنفسه ولاهله ولاصحابه ان هو قادر على فعل المستحيل. فهو جاني قال لنا موهوب تمثيل، وبالفعل انا ساعدته وعملت له اختبارات ونجح فيها ومشارك معي في مسلسل. وبالنسبه للتاليف ساعدته برضو، عرفته على حد سيناريست عمل له معنا مسلسل. معانا استاذ مصطفى، استاذن حضرتك معانا مداخله تليفونيه. اتفضلي. الو 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 ازيك يا هند؟ ازاي؟ وطي التلفزيون يا استاذ سعيد. ازيك؟ الحمد لله. ازيك يا استاذ سعيد، اخبارك ايه؟ انت اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. بحييك على الحلقه الجميله ودايما متالقه انت واستاذ مصطفى بكري. تسلم يا سعيد، تسلم من ذوقك يا سعيد. حبيت احييكوا على الحلقه الجميله دي. تسلم. وربنا يوفقكم دايما ان شاء الله ودايما متالقين. شكرا يا استاذ سعيد، تسلم. شكرا يا استاذ سعيد. نكمل استاذ مصطفى، كمل بس. فسعيد دلوقتي بسم الله ما شاء الله مشارك في مسلسل معايا، ومشارك في فيلم، واصلا مشارك في مسلسل في نسل الاغراب مع نجوم كبار. تمام. ومع الاستاذ مصطفى هتوصل للقمه. باذن الله ان شاء الله. بالنسبه للمسلسل بتاعه انا مش هقول لكم هنعمل ايه، بس هقول لكم انتظروا المفاجات بعد العيد باذن الله. بصراحه انا عنت بس يعني تعبت من المفاجات، تعبت من المفاجات. عايزه شهر رمضان يجي، عايزه اشوف المفاجاه. ان شاء الله يجي باذن الله. عايزه اشوف المفاجاه باذن الله. يعني عمالين نسمع عن مسلسل مستشفى 2020 ان شاء الله. بجد وبامانه يا استاذ مصطفى انا مش هتفرج في على حاجه في رمضان غير على المسلسل. يعني مش هتفرج على مسلسل موسى بتاع محمد رمضان؟ لا طبعا، لا مش هتفرج عليه طبعا. انا هتفرج على مسلسل مستشفى 2020 بس. هنشوف هنشوف، هشوف النجوم بتوعنا. هنشوف. انا شايفه حضرتك معاك ورق كده، ما تكلمني ايه الورق اللي في ايد حضرتك؟ ده حضرتك اول تاليف انا عملته، وان شاء الله هيتسجل في النقابه قريب ان شاء الله باذن الله. وده من تاليفي انا. طيب ممكن اعرف اسمه او الفكره بتدور عن ايه عامه؟ هو عامه اسمه لحظه ندم، لحظات ندم. والفكره بتدور عن ثلاثه اصحاب، منهم صاحب فهو في الشرطه، والاثنين هو ما يعرفش ان هم تجار سلاح، لكن بيفاجئوه ان هم تجار سلاح. اتعرضتي يعني الموقف زي ده الهمك الفكره دي، ولا الفكره اصلا جات لك ازاي؟ والله هي دي يعتبر يعني اول فكره جات في خيالي ان انا اعملها، وجات لي مش من بصراحه مش من من واقع يعني من حاجه، لا هي جت من فراغ. انا درستها وحبيت ان انا اعملها، يعني حبيت ان انا ابين مثلا يعني، وبرضه منها برضه واقعيه يعني مثلا على اصحاب لما يبقى حد مثلا معاشر حد ويبان عليه الخداع ده. ايوه فهو ده يعني القصه بتحكي عن كده، ان انا مثلا مصاحب حد وفي الاخر بتفاجئ ان هو سبب ضروري في شغلي، هو اللي بيضرني في شغلي. بالتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. معانا فيديو نشوفه مع بعض. نشوف. عايزين نخلص العمليه بتاعتك يا دكتور. العمليه مش هينفع تتعمل الا باذن من اخوك. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ليه العمليه مش هتتعمل غير باذن من اخوي؟ مش فاهم انا الكلام ده. لازم اخوك الكبير هو اللي يوقع العمليه. طب والحل؟ الحل انك تقنعه. طب ولو اخويا ما اقتنعش؟ يبقى مش هنعمل العمليه. طيب تمام يا دكتور. اتفضل وقع هنا. هوقع على ايه؟ عمليه اختك. انتوا تعبين نفسكم على ايه؟ انا مش موافق اصلا على العمليه. يا نادر اختك بين الحياه والموت، ممكن تموت في اي لحظه، بايدك ممكن نلحقها وتعمل العمليه باذن الله. قلت مش هوقع على حاجه، اختي وانا حر فيها، ويا ريت ما حدش يكلمني تاني. العمليه دي في منتهى الخطوره، ولازم يكون فيها دقه عاليه جدا. هستاذن حضرتك يا فندم، احنا ما عندناش الامكانيات اللي ممكن نعمل بيها عمليه خطيره زي دي. فعلا بالظبط يا دكتور عمر، زي ما قال الدكتور هشام، وحضرتك لسه بتقول ان العمليه خطيره في منتهى الدقه. الموضوع ده سهل. طيب تمام. نشوف ايه الامكانيات اللي ناقصه ونكملها في اسرع وقت. طيب وهل حاله المريض تسمح بانه ننتظر لحد ما نعمل الموضوع ده؟ هو اكيد طبعا هيكون في سرعه في الموضوع ده، ولا يا دكتور عمر؟ طبعا وهنبدا في الموضوع ده حالا. توكلنا على الله. اتفضل. الله ينور يا استاذ سعيد، ده مشهد من مسلسل مستشفى 2020 صح؟ لا من فيلم الطيب. من فيلم الطيب. ده من فيلم الطيب. انا فكرت من المستشفى عشان الدكاتره وكده، فكرت
أنا المستشفى. أنا أحب أحيي بجد يعني المونتير بوشوي عادل. اللي هو معايا في كل أعمالي، يعني حد مبدع جدا ومجتهد جدا، وأتمنى له التوفيق يعني من قلبي بإذن الله إن شاء الله. طب عايزين نسأل حضرتك بقى أستاذ مصطفى، بما إنك مخرج ومؤلف ومكتشف وجوه جديدة ومكتشف يعني مكتشف رائع بجد، اتفضلي. إيه الفرق بقى بين المؤلف والسيناريست؟ المؤلف اللي هو بيجيب الفكرة، السيناريست اللي هو بيكتب الأحداث. على سبيل المثال مشهد في فيلا بين أب وبنته، تمام؟ بتلاقي المشهد اللي بعده في عربية في الشارع، المشهد اللي بعده في شقة، يرجع يكمل الفيلا تاني، يرجع للنادي. فالسيناريست هو يعتبر اللي بيربط الأحداث ببعض. يعني المؤلف بيكتب بس، هو كتب خلاص. المؤلف بيجيب الفكرة، بيجيب الفكرة بس. يعني احنا والأربعة قاعدين مع بعض هنخرج، السيناريست بقى يجيب من البدايه. من البدايه احنا جايين من البيت ودخلنا برا قعدنا شويه، بعد كده ما بتعدهوش حاجه وهكذا. خالص ما بتعدهوش خالص. ده السيناريست، ده السيناريست. لكن المؤلف الفكره بس، المؤلف الفكره بس. طيب عايزه اسال حضرتك، مين بقى الفنان اللي نفسك تشارك معاه او تمثل معاه؟ هو طبعا انا يعني بالنسبه للاستاذ عادل امام، انا ده نفسي ان انا اشارك مع الاستاذ عادل امام اي حاجه. كان نفسي برده مع الراحل الله يرحمه، فهو الاستاذ نور الشريف برضه، استاذ محمد عبد العزيز. انت مختار يعني عمالقه، انت مختار يا سعيد عمالقه ما شاء الله. استاذ فريد شوقي كمان، ده انا كان لا لا ده بحب افلامه جدا، ده انا بحب افلامه ده بس ما لحقتوش بقى نشوف حد من الموجود بقى. انا عايزه اقول لك برضه ان في نجوم شباب بدأ تحقق الناس اللي يعني العمالقه دي. طبعا بدأت تلحقهم، يعني زي أمير قرارة، أحمد السقا، من الجيل اللي هو الشباب ده في ناس برضو عمالقة كويسين جدا، أنا مش عايز أنسى حد منهم يعني. زي أنا مثلا طبعا ده المخرج الشاب ده يعني الأستاذ مصطفى، ده حاجة من فلاتات الزمن يعني. ربنا يخليك، ربنا يوفقك يا أستاذ مصطفى إن شاء الله بإذن الله. فيعني انا قصدي كلامي ان في ناس موجودين دلوقتي، مش هنقول بقى الله يرحمه، لا في ناس موجوده فعلا كوادر ونجوم، نجوم حقيقي. ما طبعا زي الاستاذ محمد رمضان برضو يعني، والاستاذ محمد رمضان، استاذ عمرو سعد، استاذ مصطفى شعبان، واحمد عز، احمد عز، دول برضو يعني نجوم برضو، يعني حلم ان الواحد يوصل لحد زي الناس دي. ده هو مش ناس كويسه. انت مدام بتسعى هتوصل للي انت عاوزه. سعيد اللي عنده حلم بيوصل له، والاستاذ مصطفى دايما يقول كده، اللي عنده هدف واللي عنده حلم بيحاول ان هو يعني يوصل له ويعمل اي حاجه عشان اللي عنده هدف هيوصل له، هيوصل. قبل الهدف لازم تكون عندك اراده قويه. وصلنا لنهايه حلقتنا، وبشكرك يا سندس على الحلقه الجميله والتقديم الجميل، بشكرك يا استاذ مصطفى، وبشكرك يا استاذ سعيد، ونشوفكم على خير ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، وصلنا لنهايه حلقتنا، الى اللقاء.